بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرات التفسير وعلوم القرآن. وكنا في المحاضرة الماضية قد تناولنا تفسير سورة الفاتحة، واليوم بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره نبدأ في تفسير سورة البقرة. وكما قلنا سابقا، اعتاد المفسرون على أن يذكروا ويقدموا بين يدي تفسير أي سورة من سور القرآن الكريم مقدمة يعرفون فيها بهذه السورة التي هي محل التفسير والبحث والدراسة. سورة البقرة، بدأ الشيخ ببيان مكية السورة أو مدنيتها، بدأ ببيان مكية السورة أو مدنيتها، فقال: سورة البقرة مدنية إلا آية 81 و200، فقد نزلت بمنى في حجة الوداع، وهي آخر القرآن نزولا على ما قيل. يعني الشيخ يقول سورة البقرة مدنية باستثناء آية واحدة نزلت في حجة الوداع، ويقصد آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن الواضح هنا أن الشيخ الأستاذ المراغي أحمد مصطفى المراغي قد جرى في تعريف المكي والمدني على اعتبار المكان، على اعتبار المكان، بدليل أنه قال إلا هذه الآية لأنها نزلت بمنى في حجة الوداع، فهو يعتبر المكان في تعريف المكي والمدني. وقد عرفنا في علوم القرآن أن الاصطلاح الأرجح والأصح والأشهر هو اعتبار الزمان، اعتبار الزمان، فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. وبناء على ذلك تكون هذه الآية التي استثناها الشيخ المراغي من مدنية السورة هي أيضا مدنية، لأنها نزلت بعد الهجرة وإن كانت قد نزلت بمنى في حجة الوداع. وهي هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هي آخر القرآن نزولا، آخر آية نزلت من القرآن على الإطلاق، ولما يعني تشعر بالوفاء، لما تشعر بالآخرية المستلزمة للوفاء: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأيضا هناك بعض الآثار التي تفيد أن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية بتسع ليال، ورواية بسبع ليال، ورواية بواحد وعشرين يوما، ورواية بأحد عشر يوما إلى آخره. قال: وغالب السورة نزل أول الهجرة، وهي أطول سور القرآن. سورة البقرة أطول سور القرآن لأن آياتها 286 آية أو 285 آية، العد الكوفي الذي عليه مصاحفنا عدد آيات سورة البقرة 286، في العد الشامي 284، في الباقي 285. وهذا لا يعني أن الشاميين حذفوا آيتين من سورة البقرة، ولا الباقي حذف آية من سورة البقرة، لأننا كما قلنا قبل ذلك الاختلاف هو في العد، أما المعدود فهو واحد وثابت ولا يجوز الزيادة ولا النقص من القرآن الكريم. السورة مدنية وموضوعاتها تدل على ذلك، لأن من مميزات القرآن المدني أنه يكثر ويغلب عليه الحديث عن التشريعات والأحكام التفصيلية. ولو تصفحنا وتأملنا في سورة البقرة لوجدناها تكلمت عن تشريعات كثيرة كالزواج والطلاق والرجعة والرضاع وغير ذلك. أيضا هذه السورة، سورة البقرة، سميت بأسماء،
من أسمائها التوقيفية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسورة الزهراء، لأنها مع آل عمران تسمى الزهراوين، الزهراوين ومفرد الزهراوين، الزهراوان مثنى مفرد زهراء، فتسمى سورة البقرة زهراء وتسمى سورة آل عمران زهراء. يبقى من أسماء التوقيفية لسورة البقرة البقرة والزهراء. هناك أسماء أيضا اجتهادية، منها سنام القرآن، والسنام كل شيء أعلى كل شيء، زي سنام الجمل، ولأن سورة البقرة في أول القرآن في أعلى القرآن سميت سنام القرآن. والبعض يسميها فسطاط القرآن، والفسطاط المدينة التي هي مجتمع الناس، تجمع الكثير من الناس، فسميت البقرة فسطاط القرآن لعظمها وإحاطتها بموضوعات وأحكام كثيرة، بأحكام كثيرة. ويمكن أن نطلق على سورة البقرة أيضا سورة النساء الكبرى، سورة النساء الكبرى، لأن أكثر أحكام وأغلب أحكام النساء وردت في سورة البقرة، وردت في سورة البقرة كالطلاق والرجعة والنكاح الزواج والرضاع والإيلاء، كثير من الموضوعات المتعلقة بالنساء وردت في سورة البقرة. لذلك قال، صحح المحققون من العلماء، أن السورة النساء الكبرى هي أو الطولة هي سورة البقرة. يبقى عندنا في القرآن سورة النساء الكبرى أو الطولة البقرة، وعندنا سورة النساء، وعندنا سورة النساء الصغرى وهي أو القصرى وهي سورة الطلاق. بدأت سورة البقرة بحرف من الأحرف المقطعة، بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم. ما المراد بالأحرف المقطعة في بداية السور؟ نحن نعلم أن هناك من سور القرآن ما بدأ بهذه الأحرف، والمراد بهذه الأحرف، الغرض من افتتاح بعض سور القرآن الكريم بهذه الأحرف، الدلالة على التحدي والإعجاز بالقرآن. كيف ذلك؟ قالوا تحدي وإعجاز، لأن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر صور من مثله أو بصورة واحدة من مثله، فعجزوا ولم يستطيعوا. والله تعالى في افتتاح بعض هذه السور ألف لام ميم، ألف لام را، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، إلى آخر هذه السور، أشار لهم إلى الأحرف، حروف التهجي التي ركبت منها كلمات القرآن. ولله المثل الأعلى ولقرآنه المثل الأعلى، كأن الله تعالى يقول لهم هذه هي المواد الخام التي ركبت منها جمل القرآن الكريم وركبت من آيات القرآن الكريم، فهاكم المواد الخام، خذوا هذه المواد الخام وخذوا هذا المنتج بعد التصنيع، ولله المثل الأعلى ولقرآنه المثل الأعلى. فالأحرف المقطعة تدل على بقية الأحرف، ولذلك هي اشتملت على نصف أحرف التهجي، اشتملت على نصف أحرف التهجي. ألف لام ميم لا ينطق بأسماء الحروف إلا المتعلم القارئ. ألف لام ميم، ألف لام ميم، هذه ألف اسم، لام اسم، ميم اسم، هناك اسم وهناك مسمى، هذا هو الاسم عرفنا، لكن عندما تقول مثلا ضرب، فأنت تنطق بمسميات الحروف ولا تنطق بأسمائها. فالله تعالى قال لهم محمد عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نطق بأسماء الحروف كما يقرأ بها المتعلمون، دلالة ودلالة على أن الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. قال العلماء الأرجح في الأحرف المقطعة أن لها معنى، لها معنى ولها غرض ومقصد،
والغرض منها التحدي والإعجاز. فالله يقول للعرب: هذا القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف ألف لام ميم ألف لام را كاف يا عين صاد طاقة، هذا القرآن مؤلف من جنس الحروف التي تركبون منها كلامكم، فإن كنتم فصحاء وبلغاء فخذوا هذه الأحرف وركبوا منها كلمات ككلمات القرآن، وركبوا منها جمل كجمل القرآن الكريم. وفي النهاية عجزوا ولم يستطيعوا. يذكر الإمام ابن كثير في تفسيره دليلا وبرهانا على أن المراد بالأحرف المقطعة في بدايات بعض السور التحدي والإعجاز. يقول: إذا جاءت الأحرف المقطعة يأتي بعدها مباشرة ذكر للقرآن أو الكتاب تصريحا أو ضمنا. فمثلا تصريحا كما في السورة التي معنا: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذه السور ذكر فيها لفظ الكتاب أو القرآن بعد هذه الأحرف المقطعة كما يقول ابن كثير، للدلالة على أن المراد وللإشارة على أن المراد بهذه الأحرف المقطعة التحدي والإعجاز بالقرآن الكريم. لكن في بعض السور جاء ذكر القرآن أو الكتاب ضمنا كما في سورة مريم: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا لم يصرح بلفظ القرآن أو الكتاب، لكننا نقول: أين ذكر الله تعالى لرسوله رحمته بعبده زكريا؟ ذكرها له في هذا القرآن وفي هذا الكتاب الكريم. نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم وبما يسطره القلم، ولا شك أن القرآن الكريم من أسمائه الكتاب سيسطر ويكتب في السطور. فالمراد بالأحرف المقطعة في فواتح السور ألف لام ميم التحدي بالقرآن والإشارة إلى إعجاز القرآن. ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة، اسم إشارة وهو للبعيد، الكاف هنا تدل على البعد. ذلك، لماذا لم يقل هذا الكتاب؟ قال ذلك الكتاب، قالوا للدلالة على عظم مكانة القرآن الكريم، فالإشارة هنا إلى بعد المكانة والمنزلة والرفعة، أي أنه رفيع القدر، أي أنه عظيم الشأن، فقال ذلك الكتاب. ما المراد بالكتاب هنا؟ القرآن الكريم، القرآن الكريم، أي ذلك القرآن، ذلك الكتاب. وفي تسميته كتابا ولم يكن قد كتب بعد، لأن في عند نزول أوائل سورة البقرة لم يكن القرآن كله قد نزل، وإنما قد نزل أغلب وأكثر القرآن الكريم. وقال الكتاب هكذا، قالوا من باب تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه، للإشارة إلى أن هذا القرآن سيكتب ويحفظ في السطور. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الريب معناه الشك، وأصله أصل الريب قلق النفس واضطرابها، قلق النفس واضطرابها، فالشك من لوازم هذا القلق وذلك الاضطراب. ومعنى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا القرآن لا يعتريه شك، لا يعتريه شك ولا يعتريه ريب في كونه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحد المستشرقين حينما قرأ
في القرآن في بدايته ذلك الكتاب لا ريب فيه أعلن إسلامه، لأن لا يقول هذا الكلام إلا إله قادر مقتدر محيط عالم سبحانه وتعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه. بعض من يكتب الكتب يعتذر عما فيها من تقصير أو خطأ أو ما أشبه ذلك، لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه بهذه الثقة العالية وهذه القدرة المطلقة لا شك أنه إله. والقرآن الكريم من أوجه إعجازه وجه يسميه الإمام الباقلاني مظهر جلال الربوبية، مظهر جلال الربوبية، بمعنى أنك عندما تقرأ الآيات تشعر فيها بالألوهية، تشعر فيها بالربوبية. لا يقول هذا الكلام إلا إله قادر، لا يستطيع أن يقول هذا الكلام بشر ولو كان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا يعتريه شك في أنه من عند الله سبحانه وتعالى لما اشتمل عليه من أوجه الإعجاز والهداية والإرشاد. لكن الله تعالى يقول لا ريب فيه، مع أننا وجدنا بعض الناس ارتابوا فيه وشكوا فيه وزعموا أنه كما زعم المشركون أنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه من عند جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم، يقصدون نفي أو إثبات أن يكون القرآن الكريم هو من كلام جبريل، لكن على سبيل الواسطة، أي إسناد القول إلى جبريل من باب المجاز، لكن القرآن هو تنزيل رب العالمين. إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل قاله على سبيل المجاز، قائل مجازي لأنه المبلغ والموصل. إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة، إسناد القول، إسناد القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا إسناد القول على سبيل المجاز لأنه قائل مبلغ، أما هو حقيقة فهو تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن بعض الناس ارتاب وقال إن القرآن كلام محمد أو من كلام جبريل عليه السلام، والله تعالى يقول لا ريب فيه، فهل هذا خبر على سبيل الإخبار أو أنه على سبيل الإنشاء، على سبيل النهي، يعني لا ترتابوا فيه؟ بعض الناس قال هو على سبيل النهي، يعني لا ترتابوا فيه، وهذا لا يقدح أن يرتاب فيه بعض الناس. ومن قال لا ريب فيه هو خبر، قال لا عبرة بمن ارتاب فيه، لا عبرة بمن ارتاب فيه، لأنه قال وارتاب عن جهل بحقيقة هذا القرآن الكريم، والجاهل لا يعتد به، أو قاله تعنتا واستكبارا واتباعا لهوى أو تقليدا لغيره، وهذا أيضا لا اعتبار له ولا قيمة له. فالله يقول لا ريب فيه، لا شك فيه عند أصحاب العقول السليمة. هدى للمتقين، الهدى كما قلنا هو الدلالة والإرشاد، فالقرآن دلالة وإرشاد للمتقين. طيب القرآن هدى للناس، في بعض الآيات أضاف الهدى للناس، القرآن هدى لجميع الناس عن طريق الدلالة والإرشاد، وهدى للمتقين خصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون بهداية القرآن الكريم، فخص المنتفعين بالذكر، خص المنتفعين بالذكر، وإن كان القرآن هداية لجميع الناس. هدى للمتقين، المتقون جمع متق، والمتقي هو الذي يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه، فالتقوى امتثال أمر الله واجتناب نهي الله تعالى. المنتفع بهداية القرآن هو الذي يمتثل أوامر القرآن، يمتثل أوامر الله في القرآن، ويجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كأن سائلا سأل
من هم المتقون المنتفعون بهداية القرآن الكريم؟ فجاءت الآية الأخرى لتصف هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، والغيب مصدر بمعنى الغائب، أي يؤمنون بالغائب عن حواسهم. فالغيب كل ما غاب عن الحواس، الغيب هو كل ما غاب عن حواسنا، يعني ما لا يدركه الحس ولا تقتضيه بدهية العقل، هذا هو معنى الغيب. فالمتقون آمنوا وصدقوا تصديقا جازما بكل ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم بالضرورة أنه من الإسلام، صدقوا بكل هذا كإيمانهم بوجود الله تعالى. فالله تعالى غيب لا ندركه بحواسنا، وكالإيمان باليوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك يوما نقف فيه بين يدي الله تعالى للحساب والميزان والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. كل هذه الأمور هي من الغيب، وقد صدق المتقون وصدقنا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بها في الخبر الصادق عنه. الذين يؤمنون بالغيب، طيب كيف يعرف الإيمان بالغيب؟ قالوا يعرف الإيمان بالغيب عن طريق آثاره. فمثلا الذي يؤدي الصلاة في أوقاتها ويحافظ عليها، هذا قد آمن بالغيب لأنه يصلي لله والله تعالى غيب. لماذا تصلي؟ قال لأن الله أمرني بالصلاة والله تعالى غيب. فإقامته للصلاة دليل ومن لوازم إيمانه بالله تعالى. كذلك هو يصلي ليحصل على الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، من الذي أخبره بأن هناك أجر وثواب على إقامة وأداء الصلاة؟ الذي أخبره بذلك الله في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يعرف الإيمان بالغيب عن طريق لوازمه، عن طريق آثاره. فالذي يقيم الصلاة هذا يدل على أنه آمن بالله وآمن باليوم الآخر الذي فيه الثواب والعقاب، وكذلك الذي يؤدي الزكاة والذي يصوم إلى آخره. من صفات المتقين ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة. معنى إقامة الصلاة تعديل أركانها والمحافظة عليها في أوقاتها وأداؤها بخشوع وخضوع، أداؤها بخشوع وخضوع. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون. الرزق معناه العطاء، يعني مما أعطاهم الله تعالى. وقول مما رزقناهم يدل على البعضية، أي أنهم ينفقون بعض أموالهم، ينفقون بعض أموالهم. ومما أعطيناهم ينفقون. ويفرقون الشيخ بين الإنفاق والإنفاد، بين الإنفاق والإنفاد، لأننا نقول يتصدقون ببعض، ينفقون بعض أموالهم. الإنفاق والإنفاد، الإنفاد معناه الإذهاب التام، يعني نفد الشيء يعني انتهى تماما. لكن أنفق يفيد أنه أنفق البعض لكنه لم يذهب بكل ما عنده. قال وفي قوله مما رزقناهم إيماء، يعني إشارة إلى أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الإنسان لا كل ما يملك، وإلى تعليم الإنسان مبادئ الاقتصاد وحب ادخار المال. الملاحظ في الآية الكريمة
يؤمنون بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار، ويقيمون، ومما رزقناهم ينفقون، كل هذا بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، وفي هذا إشارة إلى أنهم يحافظون على إيمانهم ويجددون إيمانهم ما دامت فيهم أنفاس تتردد، وما داموا يعيشون في هذه الدنيا فإنهم يجددون إيمانهم. من صفات المتقين أيضا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. يؤمنون بما أنزل إليك، وهو القرآن الكريم، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن قد نزل من عند الله تعالى. وبينا أن المراد بإنزال القرآن أو نزول القرآن هو إعلام النبي صلى الله عليه وسلم به، أو نزول جبريل، نزول حامل القرآن به من أعلى إلى أسفل. والذين يصدقون ويؤمنون بالقرآن الكريم الذي أنزل عليك، وكذلك يؤمنون ويصدقون بما أنزل من قبلك من الكتب على الأنبياء والمرسلين. يؤمنون بما أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل والزبور والصحف وجميع الكتب السابقة. وهذا دليل على أننا لا نفرق في إيماننا بين أنبياء الله تعالى ورسله، وإنما نؤمن بجميع الأنبياء، ونؤمن بجميع الكتب السماوية المنزلة من عند الله. ومن صفات المتقين أيضا: وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة المراد بها الدار الآخرة، المراد بها الدار الآخرة، فالكلام على حذف موصوف، أي يؤمن يوقنون بالحياة الآخرة، يوقنون بالدار الآخرة. والآخرة مؤنث آخر، وهو الحاصل المتأخر عن شيء قبله، حاصل متأخر عن شيء قبله، فهي مشتقة من التأخر، لتأخرها في الزمان عن الدنيا، لتأخرها في الزمان عن الدنيا. طيب، وبالآخرة، بالدار الآخرة أو بالحياة الآخرة الباقية، هم يوقنون. هم يوقنون أي يصدقون تصديقا جازما لا شبهة فيه ولا تردد. وأيضا يعرف اليقين بالدار الآخرة بآثاره ولوازمه، فالذي يمتنع عن شرب الخمر مثلا في الدنيا يقول لأنني أخشى عقاب الله تعالى في الآخرة، فهذا يدل على إيقانه ويقينه وإيمانه وتصديقه الجازم بالدار الآخرة. لكن سنجد أنه قال: يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وعند الدار الآخرة، عند الحياة الآخرة قال: وبالآخرة هم يوقنون، فغاير اللفظة، أتى هناك بالإيمان، وهنا مع الدار الآخرة أتى بالإيقان، أتى باليقين. لماذا المغايرة بين الإيمان وبين اليقين أو الإيقان في هذه الآيات؟ قالوا: أولا دفعا للتكرار، حتى لا تتكرر الكلمات أكثر من مرة. أيضا لأن الآخرة اشتملت على غرائب وعجائب، ما فيها من متعلقات، وما فيها من أهوال، وما فيها من ثواب وعقاب وتفصيل هذه الأشياء، كثرة الغرائب والعجائب والأهوال المتعلقة بالآخرة، فأتى في جانبها باليقين، وفي جانب ما سبقها بالإيمان. أيضا قال: وبالآخرة هم، وهم هذه ضمير فصل يفيد التأكيد، وأتى به للدلالة على أن وصفهم بالإيقان باليقين بالآخرة أعلى من وصفهم بالإنفاق، فاحتاج إلى التوكيد، يعني
ما أنفقوا أموالهم إلا لأنهم يوقنون، يصدقون تصديقا جازما بالدار الآخرة. فاليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الذي يدفع الإنسان، يدفع الإنسان إلى الأعمال الصالحات، ويدفع الإنسان إلى فعل الخيرات. وبالآخرة تقديم للجار والمجرور، الجر حرف الجر الباء، المجرور الآخرة اسم مجرور، تقديم الجار والمجرور على الفعل يوقنون، أصل الكلام يوقنون بالآخرة. قال من باب الحصر والقصر والاختصاص، وتعريضا بأولئك المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يعملون الأعمال الصالحات، لأنهم لا يعتقدون ولا يؤمنون بأن هناك يوما يقفون فيه بين يدي الله للحساب والعقاب. وبالآخرة هم يوقنون أولئك، أولئك اسم إشارة، وأيضا أولئك لم يقل هم، إنما قال أولئك، لم يقل هؤلاء اسم إشارة للقريب، قال أولئك اسم إشارة للبعيد، ولم يأتي أيضا بالضمير هم، قال إشارة إلى بعد مكانتهم وعلو قدرهم، بعد مكانتهم وعلو قدرهم. فقال أولئك، أي أولئك المتقون الذين آمنوا بالغيب، الذين أقاموا الصلاة، الذين أنفقوا مما رزقهم الله، الذين آمنوا بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والذين أيقنوا صدقوا تصديقا جازما بالدار الآخرة وما فيها من أهوال وأحوال وثواب وعقاب، أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم، كلمة على هنا تفيد التمكن والاستقرار، تمكنهم واستقرارهم من الهدى، تفيد أنهم تمكنوا واستقروا، ويعني لأن على تفيد الاستعلاء، فأتى هنا لم يقل أولئك في هدى، أولئك في هدى، وإنما قال أولئك على هدى لإفادة التمكن وكمال الرسوخ من الهدى. أولئك على هدى من ربهم، من ربهم للتأكيد والتفخيم، مع أن الهدى لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لكن قال هدى من ربهم للتأكيد والتفخيم، وبيان أيضا علو قدرهم وقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. وأولئك هم المفلحون، الفلاح معناه الفوز، وأولئك، أولئك المتقون المتصفون بهذه الصفات، المتمكنون المستقرون الراسخون من الهدى، هم أيضا الفائزون في الدنيا والآخرة، الفائزون في الدنيا والآخرة. ثم بعد أن بين حال المتقين وموقفهم من القرآن الكريم، شرع في بيان الفريق المقابل. سورة البقرة أيها السادة، يمكن أن نقول إن الموضوع الأبرز، العمود الذي تقوم عليه موضوعات السورة على تعددها وكثرة آياتها، يمكن أن نقول إن موضوع سورة البقرة هو الامتثال، امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، الامتثال. وقد وضح الله تعالى في بداية السورة مواقف الناس وأقسام الناس وأنواع الناس من قضية امتثال أوامر الله، فذكر لنا الفريق الأول وهم المتقون الذين يصدقون
ويمتثلون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب إلى آخره. هذا هو الفريق الأول، فريق يمتثل أوامر الله تعالى دون تردد ولا اختيار، يمتثل مباشرة. وفريق لا يمتثل، يبقى فريق يمتثل ظاهرا وباطنا حسا ومعنى، وفريق لا يمتثل أيضا ظاهرا وباطنا حسا ومعنى. الفريق الأول المتقون، الفريق الثاني الكافرون المشركون. ولذلك قال الله إن الذين كفروا. أما الفريق الثالث فهو فريق مراوغ، فريق مراوغ يقول سنمتثل، يقول سمعنا لكن عصينا، يمتثل ظاهرا ولا يمتثل باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. فالمتقون ذكرهم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات، الفريق الثاني إن الذين كفروا، الفريق الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني يمتثلون ظاهرا لكنهم في الباطن لا يمتثلون بل ينكرون. هذا الفريق أشبه ببني إسرائيل، أشبه بأهل الكتاب، ولذلك سميت السورة بسورة البقرة، لأن القضية الأم فيها، الموضوع الأبرز فيها هو قضية الامتثال. الفريق الأخطر من هؤلاء الثلاثة هو المراوغ الذي يقول أنا ممتثل في الظاهر لكنه في الباطن يراوغ. وهذا الفريق المنافقون أشبه وألصق في الفعل والاعتقاد ببني إسرائيل. قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان من المفترض أن يمتثلوا مباشرة، إنما هم قالوا ما هي، ما لونها، ما هي إن البقرة تشابه علينا، أي أنهم امتثلوا في الظاهر لكنهم أرادوا أن يراوغوا ولا يمتثلوا أمر الله. ولذلك قال الله تعالى عنهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. والمنافقون أشبه ببني إسرائيل، فكانت سورة البقرة أدل دليل على مراوغة بني إسرائيل وعلى عدم امتثال أوامر الله تعالى هي قصة البقرة، فسميت السورة بسورة البقرة. ذكرنا الفريق الأول الممتثل وهم المتقون، الفريق الثاني الذي لا يمتثل وهم الكافرون. فقال الله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كفروا، الكفر معناه الستر والتغطية، وكأن هؤلاء ستروا الحقيقة، ستروا أن المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده، فأشركوا معه آلهة أخرى، جحدوا وحدانية الله تعالى، وذهبوا إلى تعدد الأصنام والأوثان والآلهة. إن الذين كفروا، الذين اسم موصول يفيد العموم، إن الذين كفروا، لكن قال العلماء هذا العام عام مخصوص، أي المراد به بعض المشركين وبعض الكافرين فقط في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل قوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إذا كان الإنذار وعدم الإنذار في حقهم سواء، لماذا كلف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإنذار الناس ودعوتهم إلى الله تعالى إلى قيام الساعة؟ فلذلك قال العلماء إن الذين كفروا، الاسم الموصول هنا المراد به العام، المراد به الخصوص، أي أناس معينين كأبي لهب وأبي جهل، فهؤلاء قضى الله تعالى وقدر في حكمه وفي اللوح المحفوظ أنهم سيموتون على الكفر ولا يؤمنون. قال إن الذين كفروا، إن الذين جحدوا وحدانية الله وكفروا بنعم الله تعالى وصرفوا العبادة لغيره سواء عليهم، يستوي في حقهم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ يستوي في حقهم أن تنذرهم. الإنذار معنى الإعلام مع تخويف في وقت يتسع زمانه للاحتراز. يعني إيه؟ يعني أنا أنذرك، أقول لك أسد سيأتي، رأيت أسدا في الميدان أو في الطريق بعيد ونحن جالسون هنا، فهذا يعتبر إنذار لأننا عندنا وقت متسع لنا أن نهرب ونفر بعيدا عن هذا الخطر الذي يداهمنا. طيب، إن كان الإعلام في وقت لا يتسع لأن نفر ونجري مثلا، قال هذا يسمى إعلام، هذا يسمى إعلام، كأن أقول إن الأسد واقف هنا على الباب، كيف نفر وكيف نهرب، هذا يسمى إعلام. أما الإنذار فهو إعلام مع تخويف في وقت يتسع للاحتراز، في وقت يتسع للاحتراز. فالله تعالى يخبر أن هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركين المعينين المحددين، يستوي في حقهم الإنذار من عدمه، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والسؤال، هل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة ومحصورة في الإنذار فقط أم أنه مبشر ومنذر؟ التبشير والإنذار. قال أفرد الإنذار هنا بالذكر لأن هؤلاء لا يستحقون التبشير، لا يستحقون البشارة، ولذلك ذكر الإنذار فقط، ليسوا أهلا للبشارة. أيضا سواء عليهم، لم يقل سواء عليك يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال سواء عليهم. لماذا قال سواء عليهم ولم يقل سواء عليك؟ قال لأن الإنذار وعدمه في حقهم مستويان. أما الإنذار وعدمه في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يستويان، لأنه قام بتبليغ ما أمره الله تعالى به، وسيأخذ صلى الله عليه وسلم ثوابا وأجرا على ذلك. إن الذين كفروا، يعني سبق في علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون أبدا، لا يدخلون في عداد المؤمنين، لا يدخلون في عداد الممتثلين المصدقين المتقين، فيستوي في حقهم الإنذار من عدمه. لماذا يستوي الإنذار وعدمه في حقهم، ولماذا لا يؤمنون ولا ينتفعون بإنذارك لهم؟ قال الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لأن الله ختم بمعنى طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم بسبب عنادهم وتعنتهم واستكبارهم، فطبع على قلوبهم بعدم الإيمان، أصروا على الكفر، أصروا على الكفر ولم يؤمنوا بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم لعنادهم. ختم الله، طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. الختم هو يكون كالخاتم الذي يطبع على الشيء في نهايته، كأن تأتي بالختم المعروف الآن وتختم به الورقة أو كذا، هكذا ولله المثل الأعلى، ختم على قلوبهم فأغلقها، منعها من أن تقبل الإيمان، وذلك بسبب إصرارهم وتعنتهم واستكبارهم وإصرارهم على الكفر. ختم الله على قلوبهم، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. سنرى القلوب جمع والأبصار جمع، أما السمع فهو مفرد. لماذا؟ قالوا القلوب جمع لأن ما في القلوب متغير، ما في قلبي قد يكون مخالف ومغاير لما في قلبك، فما في القلوب متغير مختلف متعدد ومتنوع، وما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. وعلى سمعهم، قال بعضهم لأن السمع مصدر
والمصدر يراد به المفرد والمثنى والجمع، فالمصادر لا تثنى ولا تجمع. وفيه إشارة أيضا إلى أن المسموع واحد، يعني ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كلام واحد يسمعه المؤمنون ويسمعه أيضا المشركون، فهو كلام واحد، لكن هؤلاء يأخذونه بمنهج وطريقة وهؤلاء يأخذونه بمنهج وطريقة. لذلك تعددت القلوب وتعددت الأبصار، لكن وحد أو أفرد أو جاء المسموع واحدا مفردا. وعلى أبصارهم، لأن ما تراه العين متعدد أيضا، ما يبصره الإنسان بعينه هو أيضا متعدد. ختم الله، طبع الله على قلوبهم فأغلقها لا تقبل الإيمان وإنما هي مصرة على الكفر، وختم أيضا على سمعهم فلا ينتفعون بما يسمعونه من الهدى الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وختم أيضا على أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة، أي على أبصارهم غطاء، لا يرون الحق ولا ينتفعون به. هنا سؤال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ما فائدة الإنذار مع العلم أنهم لا ينتفعون؟ قال: فائدة الإنذار في هذه الحالة، مع أن الله أخبر أنه ختم على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، قال: فائدة الإنذار هنا إلزام الحجة عليهم، إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة: ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتنا أحد ليبلغنا دعوة الله. ثانيا، قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بوظيفته، وهي تبليغ دعوة ربه سبحانه وتعالى. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فلا ينتفعون بما يسمعون ولا ينتفعون بما يبصرون، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم، لهم عذاب كريم، لهم عذاب كبير، لأن كلمة عظيم معناها كبير، لهم في الآخرة عذاب كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. أما الفريق الثالث ففريق يمتثل ظاهرا لكنه يكفر باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. ما حالهم وما فعلهم وكيف فضحهم الله سبحانه وتعالى، وما هي بعض الأعمال التي سجلها الله سبحانه وتعالى عليهم؟ هذا ما سنتعرف عليه في المحاضرة القادمة إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.